عاوز حاجة؟ لا لا أبدا، ده أنا جاي أتدرب هنا. وأنت بقى من طلبة الطب ولا الآداب؟ لا أنا من طلبة الآداب في الدراسات العليا. أحسن، طلبة الآداب اللي بيجوا هنا بيعجبوني أكتر، بيبقوا عاوزين يفهموا حاجات كتير. الظاهر بقى إن طلبة الطب بيعتبروا التمرين هنا شيء إضافي مش حاجة أساسية. يا سلام يا سلام، على العموم أنا متشكر أوي على التقدير ده. لا ده مش تقدير، دي حقيقة، أنا شفت دول ودول. حضرتك بتشتغلي هنا؟ بطل دوشة أنت وهي، وإذا ما كانش عاجبك خدي عشيقك واطلعي بره. عشيقي؟ شفت؟ أديك جبت لي الكلام. والله في الحقيقة أنا آسف جدا، أنا مش عارف أقول إيه الحقيقة، أنا آسف. على العموم أصلها مريضة، ما تاخديش على كلام. أنت بعيد بصبط لي يا سافر يا قليل أدب، أنت فاكرني إيه؟ بطلوا هتجيب لنا مصيبه، الله يخرب بيت. خلاص خلاص يا وائل انتهينا. امينه رشاد خدوها بسرعه. خدت عليها. لا انت اللي خدت. لا حرام عليكم حرام عليكم يا دكتور، ما انا هو اللي غلطان وتعبوني انا. انتوا ايه؟ ما بتفهموش؟ ما عندكم مش تانيين؟ امينه رشاد يلا بسرعه يلا خدوها اتفرجوا. لا وبعدين اسمع كلامي اسمع كلامي اسمع كلامي.